عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. معكم هند من اسطنبول. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم باحسن الاحوال. فيديو اليوم ان شاء الله خارج على المعتاد. ما عمرني درت لكم هذا النوع من الفيديوهات اللي كنرصد لكم الاحداث اشنو واقعه بالصوت والصوره ديال المكان بلا ما نحيد الصوت ونخلي غير الصوت ديالي فقط. اليوم ان شاء الله غادي ناخذكم في جوله في الشارع ديال الاستقلال وتقسيم. غنوريكم ايضا الجهه اللي وقع فيها الاحداث الاخيره. مع الاسف بزاف الناس لغاو الرحلات ديالها وبزاف الناس كيراسلوني حاليا وكيكتبوا لي تعاليق واش الامر او لا واش الوضع مطمن، واش ما كاين حتى شي حاجه، يعني الناس مخلوعه. بغيت نطمنكم يعني ما وقع حتى شي حاجه، ولكن بغيت ندير لكم فيديو باش تشوفوا بعينيكم وايضا نبدلو شويه هذا الجو المأساوي. بغيت نوريكم اخر التخفيضات اللي كاين في بلاك فرايداي اللي كاين دابا، تخفيضات كبيره كبيره بزاف في الشارع. فخليكم معايا في الفيديو ان شاء الله باش تشوفوا كل شيء. كيف كتشوفوا الاجواء عاديه، يعني كيف العاده في تقسيم الاستقلال كاين الناس الاكسيدات ديال الناس راه باقي، يعني ما كاينش بديك الحيد تحت بزاف. دابا الناس باقين مخلوعين من هاد البلاصه، كاين كيبان لي انا البوليس كثيرين، يعني في كل بلاصه دابا كيبان لي البوليس. وتقدروا تقولوا بلي هادي باقي امن بلاصه غتكون في هاد الايام حيت عليها العين دابا بزاف وكاين البوليس بزاف. كل شيء داير بلاك فرايداي، يعني كاين عروض بزاف في جميع الماركات فهاد اليومين. كلشي دايرين عروض ديال بلاك فرايداي. هادي كنصح بها الرجال بزاف، عندهم لي شوبي زوينين. المهم جميع المحلات راهم دايرين عروض ديال بلاك فرايداي. هذا سبق وقلت لكم هادي راه كنيسه، يمكن لكم تدخلوا لها بغيتو تدخلوا ليها. كاينين بعض الناس كيدوزو من حداها ولكن ما تيعرفوهاش شناهي. سبق ليا وشرحتها لكم في الفيديوهات ديال التقسيم، دخلت ليها وصورتها. Thank you.
هاد المنطقة بجنب ديال هاد مانغو فين وقع الحادث، كانوا قبل دايرين الورود ودايرين حدا، دابا حيدوا كل شيء، يعني رجع كل شيء عادي. كتشوفوني كنقطع بزاف المقاطع لأنه كاين البوليس بزاف في الشارع، يعني البوليس في ما مشيتو، لذلك كنحبس دائما، كنحبس الفيديوهات. كما كتشوفوا الأجواء عادية جدا. كيف شفتوا الأجواء عادية؟ يعني الناس في التغيير البسيط هم اللي حيدوا الكراسي اللي كانوا كيجلسوا فيهم هنا الناس، كاين تعذروا أو لا العيتي تجلسوا، هذوك تحيدوا من شارع الاستقلال كامل تقسيم، يعني ما بقاوش دوك الكراسي. على ذلك الناس يعني عادي، الناس كتمشى، ما كاين حتى شي حاجة حاليا. هذو هما الأوضاع حاليا دابا في التقسيم. كاين مراقبة كبيرة للتاكسيات، راكم عارفين كثرة النصب ديالهم هما كثرت هذه، ولاو دابا كيديروا المراقبة كثيرة. اللي كيشدوا ما دايرش، يعني ما مخدمش العداد ولا كيخلصوا غرامات. وهذا هو الجو هنايا في الاستقلال وفي التقسيم، الأوضاع آمنة عادي. هذوك الباريرات دابا بداو كيجمعوا فيهم الطاج. كيف شفتوا في الفيديو، نتمنى نكون طمنتكم، نتمنى انني نكون جاوبت على التساؤلات ديالكم. الاوضاع عاديه، جيبوا فقط معكم جاكيطات لانه الجو بارد حاليا في اسطنبول، وحنا كمسلمين مؤمنين خاصنا نامنوا بالقضاء والقدر. الا مكتب لك الله شي حاجه راه مكتبها لك، سواء في تركيا ولا في بلد اخر، خاصكم تحيدوا هاد الافكار من راسكم. اللي مكتبه لي شي حاجه راه مكتبه لي، واللي تقدروا تكونوا في وسط شي حاجه وربي يخرجكم منها، يعني الحمد لله على كل حال. الله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ جميع الناس يا ربي. شكرا لكم على المشاهدة، نتمنى يكون الفيديو خفيف ظريف عليكم ويعجبكم. وغادي نختم بقوله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم.